إنه إلهيكم كحكمه أنا كذا أنا كهروش شغلة أرني ضد كبني آدم إلهه وقوله إنه حبوره ودين وحكمه ألا له الخلق والأمر واكل صارني واكل صارني إله مرك حاكمية ضوئي لقراء إله إن الحكم إلا لله سلوا عبوديو يا حكم الله قادنا أوكي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس القرآن كوي حكولي وارقفكو هدو قف دلها لدلو أوكي هدي دلك بنياتك عقل يوقو بيطو بسرعة لدل وقفك محلو دلي قفك إلا دلا ماها وإن قفك ما قلنا بحلان ديو ومرك دوان عنو نين دلت محادة ما كو مجلت القرآن نين دلت كيبزا ولا قد كرمنا بني آدم حيا ومجيتا ما دعي كريسو فهدو قفك دلو إلا دلو بإلهي ما كعلي بضلنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ها قف يقف دينها لودي لقف يقف يقف ولا لغة ترى إيه قلنا كعلم القانون قانون ما في نيجي شكلنا قارب كله وأضعيك بأكجرا أضعيكم الجرو وحكوا تلا هدي نقول بأكجرت ولكم في القصاص حياة بأكجرت أوكي مركا حقوق إلهي ما كقادنا إلهي بعد الرواد وحران ما تنا علم يوحوري وحيد هذين دقالو حجاري لا حياة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا فائدة هذا الواقع نورالي ما دعي كرت بلا دقالة اقتصادية اقتصادنا ما دعي كرت بلا بانن بانن ما دعي كرام بلا محي بلا انترس هذا الوداد والحديث كون هايو اسكت دواح كبح لش هو بلا انترس مسوع نيسو اوكي والآميني وحال اسكوا فخصيها عالميا نظام كابيتاليزم وانو نسي سعوني لباتك سنة سعوتا ويو عضاتي مكيد هذا لق وضع حدمية بانك وضع حدمية أيوة يا رأي مدحويني هي ساركوزي فرنسيس كحكومي لا تليه سيدك نقاله يكون أدر حال كان مريكا ما قرر قره ماشي سوون ولا أنا حال كان بقول سوريش كان من كيو عقيد مسوريش ما ربط أدر هوار ربع بقول عروق راق غادو لا تظلمون ولا تظلمون أيضا قرآن قال طبقة بقول وإن أنت رزق زيرو لقرسي بقول أيان تابي بنادك بتبادي أمر أنت كهر رئيس وان هواويني نقول والأوجي هنا إنه أدونك هواوي كصعدو هواوي ودلوا إنه هواوي كحكم مسا ما تبانا كدن نقال حدا أدونك بكوش قيا وبيع ما لا تملك ووقفه هيسمو إبيابة بيع ما تملك بلا جاي بينها إنه يبسن يساوي قدر يساوي سوق صعدا والقوق إحنا يا وح صعدا ما حي وشيفر وأرقام وحلاقة شكلنا ما كده أبو دبي كان عادي ضد بعض دار يبسدي صباح بي ضكي وضع بحصدير محادة عبادي ووحال اللي يبني العقل اللي يبني لا وحال اللي يبني الرقم يو ترى اللي يبني ترى ترى دي وما شايبة الدين مركا إشكالية الدقالها إسلامكم مركا وليه ربض وحاران ما حديثون ورؤية دقالة وفيش النقالة لكن وحا إن قال ربض وحاران وآيو والله وليه الله يعلي سبحانه وتعالى فأذنوا كدكتان فأذنوا بحرب من الله إلهي رسولك ستقال إنه لقلو ديار النقضي بول مركا تتقال كيبا نحصو عدى إلهي يا مارتي يا بنيادك نين با نخريه اللي راهدو إن واحد هذا ماكس فيبر ماكس فيبر بل هذا نين قاسي وحو أميسي هاي إن فلسفة داني كابيتاليزمي فلسفة داني كابيتاليزمي وحو راهدو حكاية باتي صدح إل صدح إل بالي هذا إيش شكو بادحو يما بورتستانك دينة بورتستانك قيبت الكريستان كبرتستان هو أميسان إلا شقيستو روح القوة فر أبود بك هو أبو رسال لابا عوكلوح أميسان يهي قفك إنو دانايستو أوكي أريد صدح المحيولي قفك نقالوه إنو نسعون كريم بالأنترس صدح بيان نقاله بالأنترس مسعون كريم هادين لغا السارة أنترس كنقالها كبيتاليس مجرو مالوني نقور مومن ليا مركي ودقي لورنجري روشكا بابي محادة مذهب كي شعيد محاولة جلكي كرباشوف ها مركو سو أوروري أقوياء هنكو كيري أدي ريال باش ويدومي سو شعيدي حال حال الراديو هن اللي جر الراديو بده حال كهالك مال أنا هيك كابيتاليزم بقى كابيتاليزم صحيح ناس أقوى نقاناية مال كهال جر الراديو وحدا مال كهال الراديو نمجرته أوكي إذا كوي حاجة في الفلسفة ترى على طريقة صدحات رأس مالي دينا فهني شعيد دينا فهني محل الدنيا طريق صدحات طريق صدحات وسط إيه هذا طريق صدحات وسط كي مركي كشاكيان وقرآن كي وعي كشاكيان لقيه قرآن كي قبصنا بجدين
إلهي يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تقول توسم بكوها رونا سبحانه وتعالى أوكي أوفر صدا رجع أودري وحي تغير وضعك مصر ما لا يدحضي فريستين دقالها لح بلود بسوف ديين دراسي سوف سميين ويصول الله من وحي لدين حالك يوانك يعني ومحي وإسلام قد قديس ولقاته لابس سؤالو دون باكرد شو وليبا دي ميدانا كان ندريسو ميدانا إياك أي قادة كريم وحيول غورباشوف دقالة والبا فلسفة بوليه فلسفة والبانا أركتب يكو طالع أركتب يكو سلسان طاي أوكي دقالة إسلام كفلسفة دي سوى محي وقران أركتب إسلام أركتب إسلام كسوى منها ما تطبقي كرنا دقالة إسلام كأنكو إسلامين أنكو مسلمين ورميسين وحن ما تطبقي كرنا بحيث ما يا أنا قال الله بلا دواء وين مسلم ورطة وين روش وسكوب بديلو الدولة مسلمة شعب مسلمة لمبر وان لمبر تو حوري سؤال شو حويان وحنا سو أخرين قروح ضب ضلة اعتراضين ما ها حل يروى حل عالمي اعتراضين محي مسلمين تو حل يقول نقوى لماذا لا يطبقون قرباش بعيد محي يطبق لاين محي وحنا يرجع لاين محي يدق ملاين أنا خير نوطة بس عضاي نوطة بقرا يعني يحضر أوكي وحاسو وحي بحيده ما كده ده بارك ويدومين بارك إسلامك بارك إسلامك ما تعبت اللي باتي ما كده عدوك العادي ما إنا تعبنا ولذلك إنجليزك وعقلي بدني هو وكي إسلام مركي بقرارك قاتي إن دقالها إسلامك الله كيانو سوق الأدم سوق الأدم ولبنين خبيرة وحوري وحي كشيا كيستان قولها مارت مارت دقالها قيمة البرلمان كقول دقال حكش كيسان إن يرير لوجريو دقالها سيستم كيسة دقالها إنجليزي لو كبر لأنه حبوك حبوك سيارة يا من عادي ما إنجليزي يعني وااا وخبيرنا ولد بركه واحد نقول جدا عقيدة وحكم إذا آمنتوا بالله إن المسيح إنه إلهي هاي الحاكم لا إله لا حاكم إلا الله إلهي وحكم سبحانه وتعالى أوكي إسلتاجي وجودن بيسوم مستقيم. يعني أنت عنك ربحين إيمانك وقفاتك سوم مستقيم. كديمنا توصنو توصنو سوم مستقيم. شريعة طبق الأمور لا توصنو بعد توصنو. وكلمة عروس ما لا توصنو بعد. ولا إسبال هذا. حديث ضعيف أجرا. أو نبيك صلى الله عليه وسلم. صحابة الصبح صور نحفر يستيقوا وحي أركان يستيقوا دور إراءة تميز قركيز يكسو الدررت حديث كاسي محوق بدنا لكن عمد قربة شيء مركز بي صحابة يقول يا رسول الله نراك شبت وحانكو أرقنا إنا دادي كتابة شبت أما حيرا ذلك حيو رسولكو شيبت يهود وأخواتها وحا يقبو جسيبو لهوديو سورة هوديو ولا لهيد سورة هوديو ولا لهيد محاكو جلال هود نبي وحا لقولها استقم كما أمرت سديل لقو أمرين نبي الله كتوصنو هدافن بيدك يبليح توصنو منها كلمة الاستقامة سابو نبي قول صلى الله عليه وسلم عليس كيف توصنو ثم استقم مركانكو مركان الحديث كدقيسين لي والنبي يقول ديت ما هو صوكه وآمنت بالله ثم استقيم وأنا لا يرتبط لكن توصلوا بقول عبادة كنت توصلوا أخلاق كنت توصلوا دقة أنا كنت توصلوا توصلوا صحابة توصلان تدل بشي كشجرنا مكان سارون قرنا صلاة يعني نبيدي نبي جب على قلنا بالله برسوله على قلنا هاي ربي رسوله على قلنا بيعه على السمع والطاعة إني مقلان أذيعان مدى حدوده في المنشد والمكره مرك أي في عيني مركي عيني بو إني هذا عام إني حق الشيغان أي سيسا الشيغان إني دادك وحوق الديسن بني آدم بني حوق الديسن بلن بيسان بيخلق قلعين أوكي صدن صانو عفرت النبي قدبيه ونكي سكنو لها مرا كرد عيسا سوى فرس كي سيوطا إيا مرا مرا ليسي ياروكا كرد عيسا بيعادي رسولكو إلى هنا سو مستقيم نبي محي بلن خلق انه قف وحبو ديسن نبي مرك واحد ديكرت بلنت انا كرت هي وردتك جيب كوغ اسك دا بنادك جيب كوغ يلو شقيصو لكن سو اكسو استقم بودون اما مرضا كدعد ايسوسي ادير دليق من مري ادير مرضا سي لا ودادعي وسو قادري وحا لو دقبات هي مرضا لو سيو بيع قلي بلن با قلي
نبي محمد بن بلوك ولا قال ان قف بني ادم وحبه ويديسن حتى عدي ما عيالك ودري بيو ويسد اي كان ما دحي وكعي سو قادنها الا بني ادم بو بلن بو قال انه ويديسن ها مركا استقامه معناها صحابه كل حد استقم وحي كقاتين هلكاس حديثك سو صلو اركي دونايو انكو ان جعل الله وددك ضعفدي كاد جعليين اهل العزايم هنا واكن حديثكو هو واخ ويان وواخا جير واخ دينت ادنا اركي دونو اي اعلى دينت ميل هو ساجرتو قفكا انو الىاليا حدو كتغو وادت وا دلعيا هلكا حدو كو اكادنا مسلمودي واخ جينيا تو ادنا برادا اوكي لكن مسلم محل قربا انو ادنا كا دقاقو هاغو سوقدو اعلها وسوقدو دي سلاكا كرو ترنجردا وكرو وكرو سوقدو انا قال لكن وحنا الحمد لله هدو صحابي اورن دونا سان مقري دونا انت هدان قلسو يدو ما قال ياها معي عديبه دي انت ومع جده دي ادناها اوكي ثم استقم توسنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كو توسنوا واساس ويان او دمهنت حديث كاسي اوكي حديثك حب الله بيننا الله بلا تراد ان ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. حديث كان وحديث كلا بلا تناط وحي نورنا يا صحابي وينا عن أبي عبد الله وكن يدي سي جابر بن عبد الله الأنصاري مقعيس وهاسداس رأي أنصار النبي كم ذهر رضي الله عنهما سيقي أبي بي الله لك النقض أن رجلا نن يا أن رجلا ونن كان نك الله ما قرن نجو نن ويان صحابة دي وفرد دي يمدي رجلا نبا يمدي علماء قارب نكاس سويدي ونجي دون إن شاء الله مجد عيسى سأل وحو ويدي رسول الله رسولك الربيب ويدي صلى الله عليه وسلم فقال وحو دحي أرأيت كورا أرأيت وكورا أما أخبرني ورقة سيوي إذا هدان صليت تكدو المكتوبات صلاة مكتوب كاهيد فرد كاهيد إن لغو قري كتابا موقوتا مكتوبات كي شنطة هادان تكدو وصمت أن أفحد أن صوم رمضان بشهر رمضان وأحللت أن حلاشد الحلال حلاشي وحرمت أن حرمو الحرام حرام تنفتي لك حرمو ولم أزد على ذلك شيئا أنت وحبنا أن ككر لنوايو كورا يا رسول الله أدخل الجنة جنة ما قال يا أبودي أدخل الجنة أنت جنة ما يقل لي سابودي قال رسول الله نعم ها انت هدان يا له جنودي ما قالي بودي رسول الله نعم ها حديثك وها نوري مسلم حرمت الحرام ك اي شيخ ينو معنيه ان ما نو يقول اجتنبته حرمت الحرام حرام ده حرام هرت ان كديرادو وي احللت الحلال نو معنيه فعلته انفلو معتقدا انو رميسن حله اني حلال طيب اوكي حديثك مركا إن شاء الله تعالى سيدي عادي قلنا هدبار قبلا بينا وحنكو بلا بينا حديثك وحي نور يي إن صحابي قلنا هران وصرني إميك وحي ربان كتلا منا جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري وصوصاكم مقرن كتبت باشي لنا أوكي مركا جابر وصحابي صحابة رسول كمدا أبيهنا وصحابي صحابة كمدا أبيه سيقى أبيه وصحابي سوغنا وصحابي ابن عمرو ابن حرام بعد هذا مركا وقبائشي دقنيت مقالة المدينة أنصار رسولك صلى الله عليه وسلم أيو كم ذها صحابي كان وصحابة وجوهر إسلام تي صحابة وكجرا وحيسجى أبيه إسلامين مركي ونبي المدينة يمد لكن سوغ وحال هذا وحول إسلامي قبل ذلك شدي تمنجربوها وحوك قريب قال هالشيز كي النبي قال وقول قال يعقبه أنتوا النبي المدينة إيمبا كي كوبات بكذا يبقى اللي حد قف بقى هاي يبقى اللي حد النبو كجري بكا يعني كان جابر
سوو دhalinyaro markaas 18 jir buu ahaa 18 jir buu qaraar ku qaatay inuu bedelo diintiisa oo diin islaamka uu taaqato waxaan in caadi ama Jaabir ibn Abdullah gaas markaa Abu Abdullah waa dhaha wuxuu leeyahay taariikh aad u fog Nabi (NNKH) sallam tarbiyad weyn buu siiyay aad buu tarbiyay Rasuulku sallallahu alayhi wasallam tarbiyada uu Rasuulku siiyay waxay ka soo baxday gaalaal raadkiisa ka soo baxday isagii aabiyo Nabi aad buu jecelaa uu tarbiyadin jiray Nabigana cilaaqo gaar ah lahayn ilaa ay gaadhay cilaaqadoodu inuu nabigu noloshiisa gaarka ah fargeliyo noloshiisa gaarka ah haduu qofka saaxiibka fargeliyo waxa gartaa waas ugtii aad baa ugtiin marka markuu guursaday gabadh buu guursaday aan hore xaas u soo lahayd oo Armaliya ayuu guursaday marka buu nabiga u yimid sallam isagoo socda oo carf iyo udgoon iyo wixii danin aroos laga arkay wata nabigu wuxuu dhormaato wax dareen waxaan ka arkayo ya rasuulallah tazawajtu waan guursaday buu xurumad guursatay ha oo dhimaanno u sheegay inaa guursatay marka maxaad guursatay rasuulku waxaan guursaday gabadhii heblaayo oo garanay rasuulku ay oo ah gabadh Armaliya marka nabi wuxuu inaa yaro dhalinyaro arkaya xuri halla tazawajta bad guursatida bikran gabadh bikra gabadhii oo bikra bad guursatida oo kulay tulaacibuka oo kula ciyaarta ba tulaacibuha oo la ciyaartid gabadh bikra oo kula ciyaarta hadalada nabi uu fursaya tulaacibuka wa tulaacibuha wa fi riwayatin tudaajicuka wa tudaajicuha kusiixiso hada siixisid tudaajicuka wa tudaajicuha wa fi riwayatin tudaacibuka wa tudaacibuha kula kaftanta adiguna alla kaftantid ana de marka guurku bilowga yahay dhalinyaro la yahay inta la ciyaaraya ka badan inta hawlka la galayo marka gabadh hawsha kula gasha mad guursatid buuri ninkana nin caadi ama waa nin tarbiyada soo saxda wuxuu dhayay rasuulallah soo moogay inuu dagaalkii wuxuu aba ku geeriyooday shahiid ha soo moogay inuu 7 dumar oo walaal aanahay ha soo hablaa inuu mas'uul ka mahay hada ka mas'uul ay garagay dadan ka yaa u sheegay inuu mas'uul yihiin ba 7 hablaa soo inuu mas'uul ka mahay ha ana ka mas'uula ya rasuulallah hadaan u guursado gabadh yar oo iyaga leeg isla ciyaaraya buuri mid hadaan guursado buuri iyaga leeg waa la ciyaari laakiin waxaan guursay buuri mid ka weyn oo anigana ii tartay naagnimo iyagana hooyonimo noqota aqli soo aqli ma waxas ba aqli marka nabiga uu qalciyay nabiga wuxuu doonayay inuu ilmahaa uu tarbiyadeeyo oo uu raaxaysto laakiin wuxuu sheegay inuu wax raaxada ka weyn uu ka fikirayo oo ah inuu guri asaasayo hablihii uu aabihi ka tagayna ee shahiidku ka tagayna wax ilaaliya oo u diyaarinay markaas marka ninkaasi waxa aabihi dagaalka Uxud buu ku dhintay shahiidku noqday raxiimah radiyallahu ta'ala anhu waxa dhada markaas khasaaista uu lahaa waxa kamida wuxuu nabigu dagaal galo dhan buu u galay Abu Bakar buu la galay Umar buu la galay Uthman buu la galay Cali buu la galay jihadu ka hadba jirin laana intaas uu buu la noolaa ilaa cumriga waa u dheereeyay mooto ninkaasi tuujirku islaamay wuxuu ku dhintay 49 jir buu ku dhintay marka 49 intaanta uu gaaray iska daa ila dawladdi amawiyada iyo noolaa raxiimah radiyallahu anhu ee waa rag xadiisanta inta badan wariyay ayuu ku jiraa min al-muksirna fi al-ahadiis ayuu ku jiraa marka radiyallahu anhu tacliinta iyo tarbiyada iyo warinta xadiiska ayuu aad uga shaqeeyay marka saxaabigaas baa xadiiskeenu warinaya anna rajulan marka xadiiska waxaan seenaynaa insha Allah ta'ala labo ciwaan ciwaanka koobaad waa baxay al-ikhtisaru ala al-fara'id in lagu eekaado faradka qofku haduu faradka diinta ka soo baxo jannada uu galaya insha Allah insha Allah ma qadarna ku muslimana uu tahay ha jannada Ilaahay baa insha Allah ha insha Allah uu galaya haduu ku eekaado maxay baa oranay fara'idka sunnuhuna darajada jannada kor ku qaadaya sunnayaashu faradkana way kabaan maxayna sameeyaan darajadaadana way kubciyaan way kor buu qaadaan marka al-iqtisaal cala faraa'id waa sababun fii dukhuuli aljanna okay waa midtaasi arrinta labaad ee ka faa'iideysano waxay xadiiska aan ciwaan uga dhigi karno waxaan ciwaan u karinaa wujuudnu wujuudu inuu jiro islaamka dhexdiisa adna al-islaam wax islaamka hoose islaam meel hoose oo laga bilaabo asaas يوجد وجود ادنى او اساس الاسلام ان جرتنا وعنوان الله ان شاء الله تعالى وحديث كاسي كرو لبدا حدان كبخن وحان بلا بين حديث كما حديث كده تاغنا انت وقتي نوغه هدي انت كلام واسي ودونا ان شاء الله تعالى في
أحد صوص على الدول هذا إلا أفر بأن ستاقلنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكو جرى حديثك أن رجلا من حكو جرى ورتنيك صحابة السويديين قال روحي لدى وحال لدى النعمان ابن قوقل الخزاعي وعلي الله يقاني لدين لكن أهل العلم كيف ربضا وحال لدين ليسكم مداني لكاس صحابة فردوا قصوا قال أودي ما يكمل يدبتين لكن تذكر بني آدم كا تتبع جرى فكرك وانا مشغولين وقفكم مشغولين ثم قشر مكة القرآن قال فسر سورة الكهف تتبع سكون مشغولين كسد محايا فائدة كجتها معها أي وكلبهم باصد دراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم وحيس كود دلني أي قموع عصامس أمدو بها مو عضامس عيكوها أي قموع نامس أو يراها أي نفتك أبحث أوكي عصا موسى وشينو موسى ما هي كابو الرين إلى عصا ينوشا يسمع هدف كل اللي قاله وحويان معجزا يا فألقي ما في تور بلده ما هي النقطة فإذا هي صعبار مبين لكن أنا كواحد ندرسه جيت كله قصوى قاضي أنت قولي كوجرت في الجيم ما حك ما حك ما حك قالي علم علم كوجر أيش أوكي صخرة دي أي كعب يسي ما هذا ناقدي إن صالح عليه السلام هالشي صالح ناقدي صخردي صخرة داسي عينك واكد إلا وكل الدوية معها لقى حدا بروس معها تيبا لقوة ريا ما كان بنيادك واحد ريسا هدف كيبو كتك يا وحقوة ريا وسيلدي دي ثم طابعنا بحر ريسا أصحاب الكهف وحا كجرت علمي الدنبا كجره ما هنا سلتها قرام حي أي قيلة سلتها قرام علم الدم باكو جرا عجيب وحويان هلا عجيب كان حتى علمك علماء أهلان علماء علم أهلان رج إلى يوم القرآن كوش يتحمل كذا حكمه ذي ما كان الرج محيي لهني هاي الرج حفظها ودات الشمال محاول الرج ما محاول الرج هذا ده نفر ده سوي كذا خسر سماره كذا هو إلى نوما كذا باش كنا عدو صار مر رجان مرة تخواني مرة نار محمد لماذا؟ لأنه حقه خد عيوضه هذا هو وحق له ميكروب يفير وحق له أوكي إلى هنا رجل ورغي ذات اليمين وذات الشمال أوكي وحولس بديان أدعية الصبح يوسف قال يصير تعبي قالت يوسف قال يسوي كل دوري الصبح زوجة واحد تزاوره تكلم حاله تقرضه وعلم وحش وسلسة وعادي أما وعكو جرا قرآنكو ينسوء ينبرارو قدها وقرآنكو ينوشا ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 معنى علم يا كجرا صدع بقول أصره ومالك لغو حسابي هجر مالك لغو حسابي يتكرنا ميلادي أنا وازدادوا 9 وازدادوا معلولي وازدادوا هدادوك عديننا سيالكو ضروي يعني هدادك ضيحوك عديننا صدح بقول كويك هذا مركا وإذا دادا كريستك واحد هذا صدح بقول يا سقال صنو ويا حجان يكتر هذا أنا كنا حاولنا صدح بقوله صنو يعني لكن أنا كنت بحدي وأنا لكاني لماذا؟ لأن دادا كين واحد رميسين أنا كنت ضيحوا ما حكو حسابنا مي أنا كنت لبضوا ما حكو حسابنا إلهي ما نوشك حلاء الشمس والقمر بحسبان لبضوا حساب لبضوا حساب مركا قرادنا والله شقيسنا قرادنا لكن دين تاذو عبادات وقمرقة لكن تنها ديدن مجرتا ورن ويجرتا وحالو حساب يويا الشمس والقمر بحسبان مركا إخواني في الله ما عدات لحق الله صورتها بقول يكتر معنا وعلمية عدان دون فائدة دي أدوكا عدان دون فائدة دي آخرتا داس كاني مركا قرارك قاتين بالقرار كنتو اللي يهدا وحايا لن يرو ودا مضحا يو بد مضحا حيلا هذا الإيمان كان قرنا مركي إيمانك قاتين إيمانك وخرد خرد كي ما هكذا شيء ما هنسكتك أنا قصور تاني راح هذا هكذا أنا هوك بانقلنا لكن هوك مركي قليين إلهي محيوي ديستين هنوم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إله أكتر هذا نحريس نقسي قرار كان قد نوح عادي ماها قبود نسي رحمة واقل دي قالي عقل ورمحو بها هنوم
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبي محمد دي بلو حسوسي مركي دم صباها واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مركا سورة ديل جمعيه ديل لو ماخيو من قرأ سورة الكهف كل يوم جمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين نور بلا كفر يا مركا وهو حاب يكون حجرا. مركا إخواني في الله حديثك مركا أن رجلا إن كنت دارين رجلك رمحوها أن رجلا نكرة ويا نكرة لما قال الله نكرة لكن نسوق لي مسكيت كوها النبي قف ده سوق لي بوها أنت بدل أعراب أعرابي بهجري ذكاسي رمي إلا الصحابة ورجلين مركا علمي رسولك كل حشري ويديان ما يورجلين أريان نوكي أنا مدري بادي رسولك ويدي سؤال نك رمي جيد وصريح صريح شو ما قالنا واسكوف فريا واللي بيا رسول الله بيا محمد بس كده حيا بوت way gaadmiya okay marka taasi iyo baartay aan ka faysan anna rajulan nim ba ka faysan shaacata marka dhinka baasi wada doora mal socda shalla wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sallam jazakumullahu khairan wa ta'ala ala wa ala